Our lecture today is about respiratory system disorders. يعني يخص ال disorders أو الحالات اللي تعتبر abnormal بالنسبة لل respiratory system اللي من ضمنها diseases. إذا لاحظ الفيجر اللي ويا ال title مشير للبرونكايتس والأسما والإنفيزيما والبولمونري tuberculosis نيمونيا إضافة للبرونكيولايتس أو التوكلي. Focusing on the lower respiratory tract infection, starting with respiratory system. إذا نسأل سؤال شنو وظيفة respiratory system؟ أكيد حضراتكم تعرفون أن respiratory system الوظيفة الأساسية هي أخذ الأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون. The respiratory system is responsible for taking in oxygen and expelling carbon dioxide. هاي هي المين فانكشن بالنسبة للرespiratory system. وعلى هذا الأساس قسمنا الرespiratory system كأورجانز إلى upper and lower respiratory tract. فتحت خانة الـ upper respiratory tract, I will start with the nose, الأنف والفارينكس واللارينكس إضافة للتراكيا, يعني الأنف والبلعوم والحنجرة و القصبات الهوائية. أما بالنسبة لللور respiratory tract يشمل اللونج اللي هي الجزء الأساسي والأكبر اللي هو مثل ما حضراتكم واضح عندكم, والبرونكياي اللي هو البرونكيال تري, والبرونكيولاي اللي هي القصيبات إضافة للألوفيولاي. I'll talk later about each of them. أما بالنسبة للإنفكشن أكيد إحنا بما أنه عندنا upper respiratory tract وعندنا lower respiratory tract فأكيد ممكن يكون الانفكشن بال upper respiratory tract اللي يشمل النوز والأوروفارينكس واللارينكس, وممكن يكون بال lower respiratory tract اللي يشمل lower airways الممرات الهوائية السفلى اللي تشمل lungs وتفاصيلها البرونكيول والبرونكيال. وممكن يكون الانفكشن in both, يعني upper and lower airways. احنا ان شاء الله بمحاضرتنا اليوم راح نكون focusing just the lower respiratory tract infection, starting with a bronchiolitis. احنا دا نتذكر بالمحاضرات السابقة انه في محاضرة الانفلاميشن قلنا انه كل مصطلح ينتهي بالsuffix itis معناه اكو التهاب. فالآن ويا البرونكيولايتس معناه التهاب بالقصيبات وليس القصبات. القصيبات هي أصغر من يعني من القصبات. فالالتهاب القصيبات in general هو viral infection, التهاب فيروسي that causes the airway اللي هو البرونكيولز in the lung to become narrow. يعني هذا الالتهاب إذا ما تشوفون حضراتكم هنا راح يصير عندي swelling نتيجة الالتهاب يؤدي إلى أن يضيق المجرى التنفسي اللي هو البرونكيولز, وبالتالي هذا النروينج راح يسبب لنا صعوبة بالتنفس. إذا البرونكيولايتس كديفينيشن is a viral infection that causes the airway in the lungs to become narrow which makes breathing difficult, يجعل التنفس صعب. طبعا بصورة عامة ال causes ممكن يكون viruses like مثلا اللي هو most common one بالبرونكيولايتس والرespiratory syncytial virus اللي ينطونا رمز بالRSV اللي هو most common, sometimes adenovirus or influenza or para influenza. إذا ال main causes بالنسبة للبرونكيولايتس هو الفيروس, وذكرنا some examples اللي هما للرespiratory. إذن in bronchiolitis هنا راح يصير عندنا obstruction بالairway نتيجة swelling اللي يصير بالbronchial wall, وبالتالي يصير عندنا تضيق, وهذا التضيق يسبب لنا صعوبة بالتنفس. طبعا هذا النوع من الالتهابات عادة يكون most common أو most often in children under age 2. يعني راح يكون عادة شائع بالأطفال اللي هم تحت سنتين. من ضمن العلامات أكيد بسبب التضيق اللي فراح يصير عندي صعوبة بالتنفس, راح يصير عندي كف, راح يصير عندي ويزنج, وإضافة للشورتنس أوف بريث, وهذا ممكن ياخذ يوم أو يومين.
هذا in general about bronchiolitis. Bronchiolitis, مثل ما نشوف, الفيجر shows the comparison between normal bronchial tube, الحالة الطبيعية normal, فنشوف النورمال epithelium هنا إضافة للnormal tissue, وراح نشوف السموث مصل بالنسبة للبرونكيولايت. بينما بالابنورمال 1 اللي هو نسميه بالبرونكيولايتس راح نشاهد السوالينج يصير بمنطقة الابيثيليوم layer of the bronchiole أو البرونكيولز, فهذا السوالينج التضخم التورم اللي يصير نتيجة الالتهاب راح يسبب لنا narrowing. نشاهد هنا القطر بالنسبة للنورمال كيسز, بينما بالابنورمال كيسز راح نشوف عندنا ميوكس building up, راح نشوف عندنا inflamed tissues, راح نشاهد عندنا swelling بالإبيثيليال, بالتالي راح يصير عندي narrowing بالإبيثيليال layer, وبالتالي راح يصير عندي صعوبة بالتنفس, وبالتالي هنا راح يصير عندي في بعض الأحيان collapse أو alveolar راح يصير overfilled بالهواء. وبالتالي we have two stages اللي هي the early stage وال late stage. فال early stage اللي هي عادة which is affected the upper airway اللي هن عرفنا ال upper airways, وبالتالي ممكن يسبب لنا nasal congestion وال runny nose. ال runny nose يعني الرشح الكثير اللي ممكن يطلع, وإضافة للاحتقان اللي يصيب منطقة النوز. أما بالحالات الليت, الحالة المتأخرة بالبرونكيولايتس, لا راح نشوف ممكن يصير عندي الويزنج وال air trapping. الاير ترابينج هذا اللي واضح هنا انه الهواء يتجمع بكثره هنا. هذا هو ان جنرال بالنسبه للبرونكيولايتس. ايضا just to summarize it, قلنا البرونكيولايتس ان جنرال هو فايرال انفكشن يسبب لنا تضيق نتيجه التورم او نتيجه السوالنج اللي صار بمجرى البرونكيولز, وبالتالي يسبب لنا صعوبه بالتنفس. المسببات المرضيه قلنا كثيره, لكن ان جنرال هو الفيروس, وخذنا some examples اللي هو مثلا ال RSV اللي هو most common, adenoviruses, influenza, parainfluenza. وقلنا التارجت بالنسبة للإصابة عادة اللي هو most often is related to children under age 2, راح يكون تحت سنتين. ال main signs or symptoms ممكن شاهدها هي الكف, القحة والويزنج, إضافة للshortness of breath اللي ممكن يستمر يوم أو يومين. هذا السوالينج راح يسبب انه هو التضيق بالقطر او بالنسبه للنورمال, العفو بالنسبه للحالات الاب نورمال بالنسبه للبرونكيولز, بالتالي راح يصير عندي سوالينج او ناروينج بالاير واي, بالتالي ممكن يسبب لنا هاي صعوبه التنفس وعلامات اللي تكلمنا عنها سابقا. قلنا وي هاف تو ستيج, حاله الايرلي ستيج اللي راح تشبه لي الابر ريسبيرتوري تراكت, راح نشاهد الكونجستشن نوزل nasal congestion, sorry, runny nose. ممكن بالlater stage راح نشاهد الwheezing والair trapping. هذا هو البرونكيولايتس. بالنسبة للبرونكايتس أو اللي يسمونه بالتهاب القصبات الهوائية, التهاب القصبات الهوائية هو عادة الانفلاميشن يشبه يبدي بال كل جزء من البرونكيال تري اللي هي البرونكاي او جزء من عتها. فالالتهاب ممكن ياخذ لجزء من البرونكاي او كل البرونكيال تري خلال اللي هو راح المكان اللي يمر به الهواء الى اللنج اللي نسميه بالبرونكيال. اذا الانفلاميشن في all or a part of the bronchial tree راح نسميه بالبرونكايتس. طبعا الموست كومن سيمبتومز, العلامات اللي ممكن نشاهدها بالنسبة للشخص اللي مصاب بهذا النوع, راح نشاهد sensation بالchest congestion. فعندنا a sensation of the chest congestion, أيضا احتقان عدي وتحسس بمنطقة الصدر, إضافة للميوكوس producing cough. راح نشاهد أنه عندنا قحة وهذه القحة بها بلغم, وأيضا هذا النوع من الالتهابات اللي يصيب للقصبات الهوائية حالة حال كل أنواع الالتهابات في بي أكيوت وبي كرونيك ستيج. فعندنا we can divide it into acute and chronic bronchitis. فstarting with acute bronchitis راح نسوي comparison بين النورمال
البرونكياي، والابنورمال اللي هي راح تعتبر انفلاميشن بالبرونكياي اللي سميناها بالبرونكايتس، راح نشاهد عندنا النارونج واضح وضافة للميوكوس برودكشن. اذا بالاكيوت برونكايتس it is an inflammation of large bronchi اللي هي تعتبر medium size airway باللونج، اللي هو عادة ممكن يكون السبب مالتها فيروس أو بكتيريا، وممكن ياخذ several days or weeks. البرونكيولايتس قلنا ممكن ياخذ 1 to 2 days، هنا ممكن تاخذ several days or weeks. الموست كومن أو الكاركترستيك سيمتومز اللي ممكن نشاهدها هي الكف، سبيوتم عادة البلغم with السبيوتم اللي هو البلغم production راح يكون عندي إنتاج بالبلغم والكف، shortness of breath أكيد راح يصير عندنا shortness of breath بسبب التضيق، وبسبب ممكن بالحالات ممكن نشاهد الويزنج اللي related نتيجة الobstruction اللي يصيب لي الinflamed airways. إذن in general راح نشاهد تضيق، وهذا انتاج الانفلاماتوري سيلز اكيد راح تكون موجوده، راح يصير عندي كاف والسبيوتم بروتكشن، اضافه للويزنج اللي عاده از ريليتد وذ ابستراكشن اوف انفلامد ايرويز. السؤال نكمل. فبالنسبه للكرونيك برونكيولايتس اللي هو الالتهاب المزمن، وعرفنا احنا شنو الفرق بين الاكيوت والكرونيك، هنا إذا نتابع الهيلثي البرونكيولز والإنفلامد أو with excess mucus أو mucus protection bronchioles راح نشوف التضيق واضح بالنسبة between comparison between each of them. فالكرونيك inflammation أو أكيد راح يصيب لي أيضا medium size airways اللي موجود باللونج. فكلينيكلي سريريا راح نعرفه أو نعرفه من خلال الـ persistent cough. راح نشاهد أنه هذا الشخص عنده سعال، وهذا السعال مستمر اللي أكيد راح ينتج لي للسبيوتم والميوكس، وهذا ممكن يأخذ أشهر for at least 3 months per year in, ممكن يأخذ مرتين بالسنة وغيره. إذا نريد نشاهد أنه clinically حتى نميز بين الأكيوت والكرونيك، راح نشاهد الكف راح تستمر ممكن وينتاج بلغم إلها وميوكس for at least 3 months a year. الساينس والسيمتومز اللي ممكن نلاحظها، لأن احنا قلنا أكو كف مستمرة وممكن تستمر إلى فترة طويلة أكثر من شهر، فراح تكون عندي سميناها البرزيستنت كف، فاللي عادة يسمونها البرودكتيف كف، لأن هي هنا فهي تعتبر من كوسيلة دفاعية productive cough. فالكف اللي يسمونها عادة a productive cough، shortness of breath أيضا حالة حال أي التهاب بالrespiratory system، wheezing، chest pain، fever، fatigue. لكن هنا الميوكس احنا قلنا أكو ميوكس production، أكو سبيوتم، هنا راح يتميز بميزة راح يكون green or yellowish green maybe orange or pink، هذا يعتمد على الباثوجين اللي يسبب لنا الالتهاب. اذا من ضمن الاشياء المميزه واللي تعتبر شيء جديد من خلال اللي تكلمنا عنه بالمحاضرات، انه الميوكس بالكرونيك برونكيولايتس راح يكون green or yellowish green sometimes orange or pinks، وهذا يعتمد على الكوزاتيف ايجنت اللي سببت لنا الالتهاب. إذا نجي للباثوفيسيولوجي للكرونيك برونكيولايتس أو البرونكايتس سوري، راح نشاهد أنه الأوفر برودكشن أوف ميوكس، أهم شيء عندنا هو الأوفر برودكشن أوف ميوكس كاستجابة مناعية للالتهاب، اللي هنا راح نسميه بالميوكس ميتابليجيا. إحنا إذا نتذكر أخذنا الميتابليجيا وقلنا الميتابليجيا هو الـ transformation from one tissue to another كاستجابة، كحالة من حالات الـ adaptation اللي حتى يقاوم الظروف. وبالتالي هذا الـ mucus production اللي سميناه بالـ mucus metaplasia راح ممكن يسبب لنا الـ air flow obstruction، راح يسبب لي تحطم بمجرى الهوائي بعمليات أو by several mechanisms.
وبالتالي راح يسبب لنا اللومينال اوكلوجنز، راح يسبب لنا ثيكنينج بالابيثيليال لاير بالايرواي لومنز، ممكن الميوكاس يسبب لنا الترز للايرواي سيرفيس تنشنز. اذا عندي الشيء الاساسي اللي لازم اركز عليه انه الباثوفيزيولوجي بالبرونكايتس هو الاوفر برودكشن اوف ميوكاس. هذا الاوفر برودكشن اوف ميوكاس سميناه بالميوكاس ميتابليجيا. هذا الميوكاس ميتابليجيا سبب لي الاير فلو ابستراكشن. اضافه للاذر سيمتومز اللي ممكن نشاهدها، اكيد احنا عندنا ميوكاس سكريشن glands، فراح يصير عندنا hyperplasia of mucus secreting gland اللي هنا بالتراكيا والبرونكياي والبرونكياي. فالهايبربلاجيا واضح عندنا، ما احتاج اعيد الهايبربلاجيا باعتبار احنا بموضوع الادابتيشن تكلمنا عن الهايبربلاجيا هايبرتروفي وغيرها. فراح يصير عندي هايبربلاجيا بالميوكس سكريتينج جلاند، راح تزيد الخلايا اللي هي يزداد عددها اللي مثل ما ذكرنا بالهايبربليجيا، راح يزيد عندي الخلايا المسؤولة عن الميوكس سكريتينج جلاندز، فراح يصير عندي انكريز ان جوبلت سيلز. الجوبلت سيلز راح نعرف مكانها وين موجودة، هي المسؤولة عن الميوكس برودكشن. راح يصير عندي اختفاء disappearance of cilia. الأهداب الموجودة بالrespiratory system راح يصير بها مشكلة وبالتالي تختفي، يصير disappearance of cilia. أكيد راح يصير عندي electronic inflammatory changes، ونعرف شنو electronic inflammatory changes بالنسبة للسيلز وإضافة narrowing للsmall airways. راح يصير عندي alter بالfunction بالalveolar macrophages function. إحنا نعرف أنه الماكروفاج اللي هي خلايا المونوسايتس الموجودة بالأنسجة، فالماكروفاج اللي موجودة بالrespiratory يسموها بالalveolar macrophages، فيصير عندنا alter بالfunction لهذا النوع من كريات الدم البيضاء اللي نسميها بالalveolar macrophages. الآن بعد ما انتهينا من موضوع الchronic والacute bronchitis راح نتكلم عن موضوع آخر اللي هو موضوع مهم جدا، هو الأسمى أو ما يسمى بالربو، أو يعتبر الأسمى من الكرونيك لانج ديزيز اللي هي عادة أيضا تسوي لنا obstruction للاير فلو. إذا هو من الكرونيك ديزيزز اللي يسبب لنا تحطم بالاير فلو. هذا الكرونيك انفلاماتوري ديسوردرز راح نشاهد many cells and cellular elements لها دور في عملية حدوث الأسمى. طبعاً السيلز إحنا أكيد نعرفها وتكلمنا عنها في دروس سابقة، وأكيد اتخذتوها في محاضرات لمواد أخرى. فراح نشاهد الماس سيلز، راح نشاهد الإيزونوفيلز، الليمفوسايتس، إضافة للإبيثيليال سيلز. إذن كأكرونيك إنفلاماتوري ديسوردرز راح نشاهد هذه السيلز الكثيرة. طبعاً هنا هذه الإنفلاماتوري بروسس produces a recurrent. راح تشاهد عندنا الاير ابستراكشن مستمر، وبالتالي راح تظهر عندنا العلامات اللي هي الويزنج، البريثلسنس، راح يصير عندنا تشست تايتنس، راح يصير عندي كف اللي هو عاده يكون شديد ومؤذي ات نايت اور ان ذا ايرلي مورنينج او الصبح يعني بوقت مبكر. اذا بالنسبه للاسما يعتبر من الكرونيك لانج ديزيزز اللي يسبب لنا obstruction بالاير فلو. بالنسبة للأسماء راح نشاهد الكثير من السيلز اللي لها دور مهم بتطور حالات الأسماء، ومن ضمنهن الماس سيلز وهي المهمة جدا، والإيزونوفيلز والليمفوسايت اللي هي التي ليمفوسايت إضافة للإبيثيليال سيلز. من ضمن العلامات اللي راح نلاحظها بالنسبة للشخص اللي مصاب بحالات الأسماء، راح نشاهد عندنا الويزينج، breathlessness، chest tightness، إضافة للكف اللي قلنا عادة تكون مؤلمة أو بأشدها حالات الليل أو بالصباح الباكر. إذا نتابع هذا two figures اللي هو A و B، راح نشاهد أنه الفرق بين الحالات النورمال airway والairway بحالات الأسمى. طبعا إحنا الإبيثيليوم
اللي موجود بالإبيثيريال سيلز اللي موجودة هنا شاهدها، إضافة وجود الجوبلت سيلز اللي هي اللي راح تنتج لي هذا الميوكس، نشاهد كمية الميوكس بالحالة النورمال، إضافة بوجود البيزمنت ممبرين، إذا تشاهدون هذا البيزمنت ممبرين، ووجود اللامينا بروبيريا اللي موجود بالإنفلاماتوري سيلز الموجودة هنا راح نشاهدها، سموث موسلز إضافة للجلاندز. بينما بحالات الأسمى مثل ما ذكرنا راح يصير عندي إنتاج زايد للميوكس، الجوبلت سيل راح تنتج كميات كبيرة من الميوكس، وهنا راح نشاهد وجود الإيزونوفيل، لذلك قلنا مهمة بحالات الأسمى بحالات الألرجي راح نشاهد الإيزونوفيل موجودة، راح نشاهد وجود كمية كبيرة من الانفلاماتوري سيلز، الماس سيلز، الايزونوفيل، النيوتروفيل، التي لمفوسايت سواء كان السي دي 4 والتي هيلبر 2. ايضا اكو مقارنه بالسموث مسل، ايضا اللارجمنت النمبر اوف جلاندز راح يزداد بحالات الاسمى. اذا راح يصير عندي سوالينج، راح نشاهد عندنا الالتهاب، راح نشاهد عندنا الميوكس يزداد بالايرواي راح يكون موجود بكثره، اضافه للتايت tightening للمسل around the airway. هذا هو in general the most signs and symptoms اللي ممكن نشاهدها بحالات الأسماء. الآن لو سألنا سؤال شنو الباثوجينيسيس بالنسبة للأسماء؟ شنو اللي راح يصير؟ أسألكم السؤال قبل ما ندخل بالموضوع، أكو أحد عنده معلومة كيف تصير الأسماء؟ شنو اللي ممكن نشاهده بالنسبة للشخص اللي مصاب بالأسماء؟ ما؟ إذن الباثوجينيسيس أوف أسماء راح يكون عند الأسماء أتاك، حدوث الأسماء can be triggered by a variety of stimuli that do not normally cause symptoms. إذن أكو محفزات اللي هي عادة do not normally causes the symptoms. طبعاً ذولا التريجرز اللي ممكن نقسمهم إلى قسمين، ممكن عندنا برونكيوسباستيك أو ممكن inflammation أو inflammatory source. فبحالات البرونكيو spastic راح يعتمد على وجود level of airway responsiveness. إذا راح نتكلم عن ال level of airway responsiveness اللي هو عادة ما يزداد normally، لكن إنتاج العلامات في أشخاص عادة يعتبرون are predisposed للبرونكيوسباسم. إذن البرونكيوسباستيك triggers depends on the exciting level of airway responsiveness. They do not normally increase airway responsiveness but produce symptoms in persons or in people who already are predisposed to a bronchiospasm. وبالتالي هذه البرونكيوسباستيك تريجرز مثلا شخص يتعرض للكولد اير هواء بارد او الاكسرسايز مثلا، في بعض الاحيان الايموشنال ابسيت حالات العاطفيه المشاكل العاطفيه ممكن تسبب لنا الحاله، الاكسبوجر لحالات البرونكيال ريتنس بعض المخرجات اللي ممكن تخرج لي البرونكياي مثلا السيجاريت سموك، الناس اللي يدخنون السجائر ممكن هاي كلها تعتبر كأشياء تسبب لنا تريجر لحالات البرونكيوس سباستيك. لكن بحالات الانفلاماتوري او حالات الانفلاميشن فالانفلاماتوري تريجرز عادة هو قد تكون مسبب مرضي مثلا او يظهر خلال الحالات الانفلاماتوري ريسبونسز. نعم احمد، اذا الحالات الانفلاماتوري تريجرز اللي هن عاده لهم افكت بالانفلاماتوري ريسبونسز سبب لنا انفلاميشن اند برايم للسنسيتيف ايرويز اللي بالتالي ممكن يسبب لنا حاله الهايبر ريسبونسيف للنون الرجيك ستيمولاي. وبالتالي اذا اريد اقارن او ابين بالدايجرام راح نشاهد الميكانيزمز للبرونكيوسبازم. فهنا راح نتابع انه
عندنا كالرجين فد مادة ممكن تسبب لنا الحساسية. راح نشاهد بوجود الالرجين راح الماس سيل يصير لها تحفيز. الماس سيلز راح تحرر لنا الهستامين او الليكوتريسين الانترلوكين او البروستاغلاندينز. اذا بوجود الالرجين الماس سيل راح يصير لها اكتيفيشن تبدا تفرز لنا هذه المواد، وبالتالي دول لهم اكشن ممكن يسببون لنا البرونكيوسبازم. طبعا البرونكيوسبازم التقلص اللي ممكن يصير بالبرونكيولاي ممكن يزيد لنا الاير واي ريسبونسيفنس، وممكن يسبب لنا الاير فلو ليميتيشن، يحدد لنا نتيجه الاسبازم يحدد لنا الهواء اللي يدخل للجسم. هاي من يصير عندي اكتيفيشن للماسلز، ايضا راح تجي يصير عندي انفلتريشن للاذر انفلاماتوري سيلز اللي مثل ما بيناها وراح نبينها بالنكست فيجر. راح ينفرز عندي السيتوكينز الانترلوكينز والاذر انفلاماتوري ميدييترز، وبالتالي راح يصير عندي التهاب بالمجرى التنفسي. هذا الالتهاب بالمجرى التنفسي راح يسبب لي الكثير من المشاكل، منها يسوي ليميتيشن بالاير فلو، منها يزيد لي الاير واي ريسبونسيفنس، ممكن يسبب لي انجري بمنطقه الابيثيليوم، ممكن يسبب لي الإديما، ممكن يسبب لنا فشل بالميوكوسيلاري فانكشن. هذا هو الجنرال الميكانيزمز بحالات الايرلي والليت فيس للاي جي اي ميدييتد برونكيوسبازم، لان احنا عندنا الايرلي ستيج وعندنا الليت ستيج بالنسبه للاي جي جي الاي جي اي سوري. فحتى نسوي مقارنه بين الايرلي والليت ستيج اعتقد يكون واضح انه نتكلم بالتو دايجرامز حتى تكون عندكم فكره ولو بسيطه عن شنو اللي راح يصير. فبحاله الاكيوت فيس ريسبونس هنا قلنا من راح يصير عندي هذا الانتيجين اللي يمثل لي الالرجين، هنا راح يصير ايميديت رياكشن تفاعل. عندنا هذا الماسل اللي موجود بها الاي جي اي راح يتفاعل ويا الالرجين يصير انتراكشن عن طريق الاي جي اي ميدييتد ريليز اللي هو تفرز لنا الكيميكال ميدييتر من السنسيتايز. هاي الخليه صارت تحسست للانتيجين سنسيتايز ماسل، فتحرر هذه الميدييترز اللي تكلمنا عنهم راح يزيد لنا الميوكوس سيكريشن، وبالتالي راح يصير عندي انكريز للميوكوس برودكشن، وبالتالي راح يصير عندي اوبننج للميوكوس انتراسيلولار جنكشن وذ انكريز انتيجين اكسبوجر للسب ميوكوزال ماسل. وايضا راح يصير عندي البرونكيو كونستراكشن، نستنشق هذا الالرجين بكميات كبيره وتتحسس، اذا راح يفرز عندي سايتوكينز وغيرها. لكن بحالات الليت ستيج راح نشوف الحاله اوسع. بحالات الليت ستيج راح تنفرز انفلاماتوري ميدييترز سواء اجتني من الماس سيلز او قد تجيني من الاذر انفلاماتوري سيلز اللي هو لايك مثلا ماكروفاجز البيزوفيلز النيوتروفيل ايزونوفيل ابيثيليال سيلز. انجري ممكن يحدث، راح يصير عندي انكريز فاسكولار بيرميابيليتي، راح زادت عندي الاديمه، اكيد راح يصير عندي سوالين. هذا كله ممكن نشاهده بحالات الليتر ستيج. اذا هنا راح نشاهد عندي الميوكوس برودكشن راح يزيد، راح يصير عندنا ابيثيليال انجري، راح يزداد عندي يصير عندي اديما نتيجه الانكريز فاسكولار بيرميابيليتي، وزادت الانفلاماتوري ميدييترز اللي بتجينا من البيزوفيل والايزونوفيل والاذرز ميدييتوري سيلز. هذا هو ان جنرال الكومباريسن بين الليت والايرلي فيس ريسبونس بالنسبه لحالات الاسما. ايضا اعيد اذا كان عندكم اي سؤال او استفسار قبل ما ناخذ موضوع اخر. اذا نيمونياز او النيمونيا او الالتهاب ذات الرئه في بعض الاحيان يسمونه، او الالتهاب الرئوي. طبعا الالتهاب الرئوي ايضا حاله حال كل الانفلاميشن. We can find like acute or chronic inflammatory disease or pneumonia. فالنيمونيا it is an acute or chronic inflammatory disease اللي عادة ممكن يصيب لي just one lung or both. هنا حضراتكم أكيد شايفين الأكس راي،
وتعرفون أنه الشكل الطبيعي بالنسبة لحالات اللاين باعتبار أنه اختراق وعدم اختراق الأشعة، فنورمالي عادة تكون من اللون البلاك، وجود اللون الوايت ممكن دلالة على شيء صلد، مثلا ممكن نشاهد الهارت مثلا، أو ممكن نشاهد أي التهاب ينطينا إذا كان عندي تصلد فممكن يظهر باللون الأبيض. هذا أعتقد أنتم عندكم معلومات عنه مسبقة. فالإنفلاميشن اللي ممكن يصير باللنج هو راح يكون بالبرانكيمال ستراكشر أوف ذا لنج اللي هي عادة الألفيولاي أو البرونكيولز. طبعا مسببات البرونكيا نيمونيا كثيرة، ممكن يكون مايكرو أورجانيزمز لايك مثلا فيروس أو بكتيريا أو مايكوبلازما and other microorganisms. ممكن يكون حالات مناعية immunological agents أو ممكن physical or chemical agents، وعادة هنا راح يكون مرتبط associated with exudate in the inner space بالtiny airway sac of the lung. عندي مصطلحين هنا لازم أفرق بيناتهم ونعرف ليش سميناهم. في بعض الأحيان ممكن تشاهدون مصطلح نيمونيا، وفي بعض الأحيان أو بأحيان أخرى ممكن يكون عندي نيمونايتس. فالآن إذا ردنا نسأل سؤال، شو وقت نسميه نيمونيا شو وقت نسميه نيمونايتس؟ طبعاً هم اثنين هم معناه التهاب بالرئة. فإذا كان عندي lung inflammation الكوزز إله أو المسبب هو infectious agent microorganisms مثلاً، بهاي الحالة نسميه بالنيمونيا. إذن النيمونيا هو ذات الرئة أو الالتهاب الرئوي إذا كان المسبب هو مايكرو أورجانيزم أو الانفكشيوس ايجنت. أما إذا كان المسبب للنيمونيا is not related to an infectious organisms، مو مسبب مثل ما ذكرنا بعض الكوزز chemical agent physical agent أو غيره، ممكن هنا نسميه بحالات النيمونايتس. إذن النيمونايتس هو النيمونيا لكن الكوزز هو is not related to infectious agent. ممكن هيك نوع من الأسئلة تجيكم بالMCQ فانتبهوا. طبعا احنا الميزة الأساسية قلنا ممكن يصير عندي consolidations. الconsolidation معناه عندي solidification. solidification يعني راح اللنج تكون solid، يعني راح يكون عندي تصلد بالرئة. هذا ممكن this term used for a cross or radiologic appearance of the lung in pneumonia. ممكن واحد بالمشاهدة العيانية يشوف اللنج هي عادة ممكن تكون اسفنجية، لكن إذا ممكن نشاهد أكو solidifications، أو ممكن حتى بالأشعة ممكن نشاهد فتشي solid ما مخترقته الأشعة، وبالتالي يظهر باللون اللي بيناه قبل لحظات. طبعا التارجت هو الالفيولاي. الالفيولاي اللي تعتبر كديفينيشن إلها هو الميكروسكوبيك اير فيلد ساك. إذن هي أكياس ميكروسكوبيكلي مملية بالهواء موجودة باللنج، هي ريسبونسبل فور غاز اكستشينج. احنا قلنا راح يصير عندنا الغاز اكسشينج ياخذ الاكسجين وينطي الكربون دايوكسيد. طبعا اكو مسميات كثيره، تقسيمات كثيره للنيمونيا، انا ما اريد ادخل بالتفاصيلها، لكن ممكن نذكر بريفلي. النيمونيا ممكن نسميها تيبيكال اور اتيبيكال نيمونيا. تيبيكال نيمونيا اذا كان المسبب بكتيريا فنسميها تيبيكال نيمونيا. Atypical pneumonia إذا كان المسبب هو فيروس أو الميكوبلازما. فهنا راح نبين فرق بيناتهم، أكو inflammation أكو oxidant، بينما بالatypical pneumonia راح نشوف patchy للinflammatory changes. إذن التypical المسبب بكتيريا، atypical المسبب فيروس أو ميكوبلازما. أكو مسميات أخرى أنا ما أريد أدخل بتفاصيلها. الباثوفيسيولوجي للنيمونيا شنو اللي راح يصير؟ بالنيمونيا أكيد معناها أكو فشل بالnormal defense mechanisms أو lowered host resistance.
يعني راح تكون ممكن يصير عندي ضعف بمقاومة جسمنا أو عندي مشكلة أو خلل بالوظيفة المناعية للجسم. فإما أن يصير عندي impairment of normal defense mechanisms or lowered للhost resistance. طبعاً إذا نسأل السؤال هو شنو النورمال ديفنس ميكانيزمز اللي ممكن نشاهدها بجسمنا؟ ممكن يكون عندي نيزل كليرنس، تنظيف أو كان عن طريق النيزل اللي يشمل لي مثلاً سنيزينج، بلوينج أو السوالوينج البلع أو الابتلاع. أيضاً ممكن يكون تراكيو برونكيال كليرنس، هذا مسؤول عن الميوكوسيلري اكشن، انتاج الميوكوس سكريشن، واضافه ممكن يكون فاينل الالفيولار كليرنس اللي هو الماكروفاجز هي المسؤوله عن الكليرنس اللي هنا موجوده سميناها بالالفيولار ماكروفاجز. هذا نورمالي. اذا صار عندي فشل بهذه الميكانيزمز ممكن تؤدي لي لحالات النيمونيا. طبعا الامبيرمنت اللي يصير ممكن ديو تو برايمري اور اكوايرد اميونو suppressions، أكو مثبطات للجهاز المناعي، أو ممكن يكون suppression بالكف ريفلكس، ممكن شخص ياخذ أدوية تثبط أو تقلل نشاط الكف ريفلكس، مثلاً drugs أو بعض الأحيان ممكن فيروس يسببها كوما الإغماء وغيرها، ممكن الأنستيزيا ممكن يسبب لنا، أو ممكن يكون injury بالميوكوسيلاري المسؤولة عن الميوكو برودكشنز نتيجة سموكينج أو فيروس، أو ممكن يكون إنجري بالماكروفاجز إضافة للأذر كوزز اللي ممكن يسبب لنا الإمبيرمنت. إذن النيمونيا تحدث إذا صار عندي فشل أو إمبيرمنت بالنورمال ديفنس ميكانيزمز، وعرفنا شنو النورمال ديفنس ميكانيزمز، بدينا ويا النيزل كليرنس ويا التراكيو برونكيال clearance والالفيولار clearance. إذا صار مشكلة عندي بدولة ممكن يسبب لنا النيمونيا. إذا لو سألنا سؤال ليش تصير هاي المشكلة، راح عرفنا الأسباب، إما due to primary or acquired immunosuppressions، أو ممكن suppression بالcough reflex، أو injury بالmucociliary apparatus، أو injury بالmacrophages، أو ممكن pulmonary congestions، edema or accumulation secretion اللي بحالات اللي راح نذكرها إن شاء الله بحالات cystic fibrosis. طبعاً الفيرال نيمونيا تعتبر predisposing factor للبكتيريال نيمونيا. إذا كان عندي primary هو virus infection، أتوقع ممكن يكون عندي secondary infection due to bacterial infection. لحد هاللحظة الأمور إن شاء الله واضحة. الإنفيزيما it's a chronic disease that gradually يسبب لنا حالة destroys the lung، سبب لنا حالة الأبستركشن لللنج. وطبعاً الباثولوجي كاركترستيك إلها هو شنو؟ هاي النقطة مهمة جداً، هي الpermanent abnormal enlargement of airspace distal to the terminal bronchioles أو bronchioles in the lung. إذن الميزة الأساسية هو الpermanent يعني مستمر abnormal enlargement، إذن توسع غير طبيعي بالأير سبيس، هذا هو الإنفيزيما. طبعاً الإنفيزيما هي ككونديشن راح يصير عندنا الأير is abnormally introduced، يدخل حالة غير طبيعية للجسم and trapped in the tissue، ويبقى بالنسيج عندي، راح تكون عندي هذا الأبنورمال enlargement. طبعاً ممكن يكون بأني part of our body هذا الانفيزيما، مو شرط انه تكون عندي ممكن يكون بالسبكوتينيوس سوفت تيشو، ممكن يكون بالسولد اورجانز، وممكن يكون باي مكان من ضمنهم اللانج. كباثولوجيكال كونديشن راح تتميز بانه اللانج تفقد الالاستيسيتي، وبالتالي يصير عندي از ديستينجويش باي لوس اوف الاستيسيتي اوف ذا لانج. هذا هو الانفيزيما ان جنرال. إذا نسأل الباثوفيسيولوجي شلون راح تصير الإنفيزيما، قلنا راح يصير عندي destruction باللنج بالبرانكيمال تيشو نتيجة أكو chronic inflammation. طبعا البروتيز ميدياتر هي المسؤولة أو destruction of elastin
تعتبر من ضمن الـ important features اللي نلاحظها. فش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي increase in the size and number of small fenestrate in alveolar wall اللي يسمونها بالـ pores of cone اللي راح تسبب لنا فقدان الإلاستيك recoil. راح يصير عندي breakdown تكسر or merging in damage للfibrovascular trabecules اللي هي تمثل لي frameworks. راح يصير عندي remodeling بالأسيناي اللي هنا من ضمن البارتس الموجودات باللونج تيشو. remodeling of acini result in airspace enlargement. هذا هو الباثوفيسيولوجي اللي في حالات الانفيزيما. اذا اللي نركز عليه انه راح يصير enlargement او الابنورمال enlargement بالاير سبيس. التي بي اكيد الكل سامعين بالتيوبركلوسيس، وعندنا فكره قد تكون انه المين كوزز للتيوبركلوسيس هو المايكوبكتيريوم تيوبركلوسيس، البكتيريا اللي تسبب لنا حالة السل الرئوي. طبعاً التيوبركلوسيس مو فقط بالرئة وإنما يشمل other organs، لكن إحنا نتكلم عن الريسبيراتوري فراح يكون السل الرئوي، نتكلم عن التيوبركلوسيس اللي هو باللانج. طبعاً التيوبركلوسيس راح يعتبر من ضمن الاير بورن انفكشن اللي هو راح يسبريد باي مينتس. راح تكون عندنا invisible particles، جزيئات صغيرة تنتقل، هي اللي سميناها بالدروبلت نيوكلياي. هنا هي اللي راح تنتقل من شخص إلى شخص وبالتالي تسبب لنا الإصابة. طبعاً التي بي ممكن يصيب كل الأجزاء مثل ما قلنا. وإذا نتذكر الميزة المميزة للتي بي هي وجود الجرانيلوما اللي هو الجرانيلوميتوس تيشو اللي بحالات الكرونيك إنفلاميشن. إذا ممكن شخص عنده تي بي أشاهد عنده كف سنيزين وأكيد راح يقول I'm talking all create respiratory droplet، فهذه الدروبلت evaporate وبالتالي it's living in microorganism اللي هو droplet nucleoli، وبالتالي ممكن تنتقل لشخص آخر. أيضا الميزة المميزة وجود التيوبركل باسلاس الميكرو أورجانيزم هو الباسلاس اللي سميناه مايكوبكتيريوم تيوبركلوسيس يكون موجود، سبب لنا حالة النكروسيس. تكلمنا بموضوع الانفلاميشن على حالات الجرانيلوميتوس انفلاميشن، موجود النكروسيس، موجود الميكرو أورجانيزم، راح تكون محاط بالماكروفيجز بعدها تحيط بالليمفوسايتس ويحاط بشكل مثل الكبسول فيصير على شكل جرانيول وجرانيولز وبالتالي نسميه جرانيلوميتوس انفلاميشن. من ضمن الكيسز اللي ايضا الحالة الامبوليزم اللي حالة الانسداد، الحالة الخثرة اللي موجودة. الامبوليزم تعني لي الانسداد بأحد شرايين الرئوية. فالبولمينري امبوليزم is a blockage in one of the pulmonary arteries باللونج نتيجة البلود كلوتس. راح يصير طبعا البلود كلوتس أو الكلوتس ممكن تكون صغيرة بالحجم، ممكن تكون كبيرة بالحجم، ممكن تكون واحدة، ممكن تكون أكثر من كلوتس موجودة. طبعا بحالات السفير اللي راح نسميها الكيس الماسيف pulmonary embolism، بالسيفير كيسز او السيفير سيمتومز اللي عاده يكون هو اللارج كلوت اللي تصيب لي السنتر اوف ذا لانج في وسط اللانج، راح نسميها بالماسيف pulmonary embolism اللي هي عاده تكون very serious وممكن تؤدي الى الوفاه. اذا كان الكلوت صاب لي ممكن إذا كان عندي large clots near to the center of the lung ممكن تسبب لي هذه الحالة اللي نسميها بالmassive pulmonary embolism. يعني لو سألنا سؤال شنو الmassive pulmonary embolisms أكيد راح نعرف أنه هو blockage صاب لي ب one of the pulmonary arteries، لكن هنا سببت لنا large clots اللي هو near to the center of the lung. طبعاً pulmonary embolism راح يكون high risk إذا كان من النوع serious اللي ممكن يسبب لي collapse انكماش أو ممكن يقلل لنا سبب لنا low blood pressure يقلل لنا ضغط الدم.
طبعاً إذا سألنا السؤال أيضاً ممكن يجينا بالMCQ أنه البولمينري إمبولاي عادة تجينا منين arises from deep vein vein thrombosis اللي يرمزون له بالDVT بالأطراف السفلى. إذا منشأ الإمبوليزم عادة بالبولمينري إمبولاي هو arise from deep vein thrombosis. طبعا الكلوت سبب لنا بلوكج للبلد فلو باللانج وبالتالي ممكن تكون مميته حالات الخثره اللي ممكن تصير تسبب لنا البولمينري ارتريز. طبعا قلنا الموست كومن هو يجينا من الديب فين ترومبوسيس وهذا مهم جدا ولازم نركز عليه. ايضا البولمينري ثرومبوسيس اللي هو عاده از انكومن ممكن يحدث بحالات البولمينري اثيروسكليروسيس او بحالات البولمينري هايبرتنشن. الساينز والسيمتومز اللي ممكن طبعا الثرومبوسيس راح تكون تيبيكلي هو سدن ان اونسيت يحدث فجأة نتيجة أنه فد شيء سد مجرى الشريان وبالتالي تظهر العلامات فجأة. فشنو العلامات اللي ممكن راح تصير عندي حالة الدسنية اللي هي صعوبة بالتنفس difficulty in breathing. راح يصير عندي تكنية اللي هي عادة تعني لي rapid breathing تنفس سريع. أكيد عندي chest pain أكيد راح يكون يسبب صعوبة بالتنفس. راح يصير عندي كف في بعض الأحيان هذا الكف راح يكون with blood. بالسيفير كيسز ممكن أشوف حالات الإزرقاق الساينوسيس ممكن كولابس انكماش باللونج أو circulatory instability وبالتالي زيدنا نتيجة قلة blood flow لللونج وبالتالي through the lung and into the left side of the artery. أكيد إحنا نعرف الدورة الدموية الصغرى والدورة الدموية الكبرى فراح يجينا الدم من الرئة يروح للهارت. إذا إحنا قلنا حالات الماسيف بولمينري ممكن يسبب لنا الديث أو الكولابس وهذه في حالات السيفير كيسز. عندنا حالة عامة ممكن نشاهد أكثر من اللي ذكرناه في وقت واحد. هذا إلى رمز أو إلى abbreviation إلى مختصر يسمونه بالchronic obstructive pulmonary disease أو يسمونه الكوبد. هذا النوع اللي هو عبارة عن collection of the lung diseases هو مجموعة من الأمراض الرئوية اللي تشمل لي chronic bronchitis emphysema and chronic obstructive airway diseases. طبعا هنا راح يتميز انه هذا slow progressive obstruction التحطم اللي راح يكون من النوع البطيء او بالايرواي وهذا الكونديشن ممكن اذا كان عندي التهاب where the airway become inflamed ملته بالمجرى التنفسي وبالتالي الاير ساك in the lung يصير بي damage وبالتالي يسبب لنا حالة narrowing بالإيرواي وبالتالي راح يصير عندي صعوبة بدخول وخروج الهواء. طبعا إذا الشيء المهم اللي لازم نشاهده أنه راح يكون عندي hypertrophy وزيادة بال number of mucus secreting goblet cells اللي هي عادة موجودة بالbronchial tree وبالتالي ممكن تسبب لنا هاي العلامات اللي تكلمنا عنها سابقا. إذن الكوزز اللي ممكن يكون بسبب السموكينج ممكن يكون بسبب التعرض إلى certain type of dust or chemicals ممكن تلوث هواء ممكن في بعض الأحيان وإن كان قليل جدا إلا أنه ممكن يكون السبب وراثي genetic cases. السينز والسيمتومز بحالة هذا الكولكشن أكيد راح يصير عندي breathlessness راح يصير عندي persistent cough with راح يكون بلغم راح يكون عالي او that's never seem to go away
راح يكون عندي frequent chest infection in winter, wheezing, وبعض العلامات اللي هي weight loss أو tiredness والfatigue إضافة للswollen للankles. عندنا حالة وراثية تعتبر من ضمن الhereditary disease اللي تصيب لنا lung والdigestive system نسميها cystic fibrosis. إذن cystic fibrosis is a hereditary disease and that affects the lungs and digestive system. تعتبر من ضمن الautosomal recessive disorders اللي راح يكون عندي زيادة بالفلويد بإنتاج الفلويد فراح يصير عندي fluid secretion راح يزداد بالإكسوكراين glands وبالإبيثيليال lining للrespiratory أو gastrointestinal أو reproductive tract. إذن الميزة الأساسية بهذا المرض الوراثي هو زيادة إنتاج السوائل اللي تعتبره هو most common symptoms. إذن هذا most of clinical manifestation بهذا related للabnormal secretion وبالتالي هذا الabnormal secretion راح يسبب لنا حالة obstruction بالorgan passages راح يسبب لنا تحطم بممرات الأعضاء اللي هن بالrespiratory airways أو بالpancreatic ducts. وبالتالي إنه الجسم راح ينتج لي كمية من thick and sticky mucus وهذه كان clog lung أو تحطم لي البنكرياس. فcystic fibrosis نتيجة هذا هنا اللي يسبب الobstruction نتيجة زيادة السكريشن ممكن يعتبر من الأمراض المهددة للوفاة وبالتالي can be a life treating وبالتالي ممكن يقلل فترة السيرفايفل. Finally with lung cancer أكيد إحنا نعرف الكانسر واللي سميناه باللانج كارسينوما. إذا نذكر بمحاضرة النيوبلاجيا ذكرنا أنه عندنا we have two types of tumor إما أنه يكون benign tumor or malignant tumor. بالبناين قلنا عادة ينتهي بالسفكس أوما إذا نتذكر أما بحالات المالignant إما ينتهي بالكارسينوما أو بالساركوما وعرفنا الفرق بيناتهم. باللانج لأن هنا راح يصيب لي منطقة البرانكيمال أريا نسميه باللانج كارسينوما اللي هو المالignant اللي يتميز بأنه uncontrolled growth بالتشو of the lung فالجروث ممكن ينتقل إلى مكانات أخرى اللي إحنا هذه ميزة المالجنانت تيومر اللي نسميها بالميتاستاسيز ممكن ينتقل للأذر أورغانز إما بالنيرباي أو الأذر بارتس أوف ذا بودي ممكن. وعندنا بالجنرال هو يكون برايمري لانج كانسر يعني ما يجينا من مكان ثاني إلا ممكن يكون نادر لكن هو البرايمري لانج كانسر هو الأساسي وعندنا أكثر من نوع. نوع نسميه small cell lung carcinoma وممكن non-small cell lung carcinoma و most common symptoms أيضا راح نشاهد cough ممكن نشاهد cough with the blood أكيد راح ممكن يكون عندي فقدان بالوزن weight loss ممكن shortness of breath إضافة للchest pain. هذا هو in general الـ main disorders for respiratory اللي هو lower respiratory system disorder of infection. إذا كان عندنا وقت ممكن نتكلم عن الأبر لكن حسب المنهج نتكلم عن lower respiratory tract infection. إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار ممكن نجاوبكم عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.